اهلا بكم مرة تانية في جيملاند. حان الاوان دلوقتي ان احنا نقابل الفاينل بوس بتاع اللعبة، تحديدا الكامبين او المين ستوري بتاعت اللعبة. وده الحقيقة فايتنج هيبقى يعني قد يمتد لمرات عديدة، لانه فايت متعدد المراحل. بالمناسبة انا لابس دلوقتي الخاتم بتاع الملك علشان الباب يفتح. لو انا جيت هنا من غير الخاتم، عادة في واحد من الفرسان الاتنين اللي واقفين دول يبتدي يهاجمك. افتكر ان انت من قبل ما تنزل السلالم دي تكون لابس الخاتم عشان توفر على نفسك فايتنج ملوش داعي يعني مع واحد منهم. وده الممر ثرون اوف وانت، نهاية الرحلة تكون في الجزء ده. هنا بتنتهي رحلتك، حتى الدخلة يعني بتحس ان اللعبة بتهيئك نفسيا للنهاية بعد رحلة شاقة وطويلة. حان الأوان أو آن الأوان إن أنت تحارب معركتك الأخيرة. يا ترى هيبقى شكلها إيه؟ وهتمشي بسهولة ولا بصعوبة؟ هنشوف دلوقتي، لأن الفايتنج ده يحمل كتير من المفاجآت الحقيقة. قبل ما نخش لها طبعا محتاج نغير الخاتم ونراجع مراجعة أخيرة للخواتم اللي أنا لابسها دلوقتي. أنا لابس دلوقتي الكلورانثي رينج بلس وان، ده بتاع اللي بيعلي الاستامينا، وده الأولد لي رينج، ده اللي بيقوي الكاونتر أتاك. أعتقد مع البوس مش هتبقى محتاجه، لأن البوس عادة أنت بتحاربه على مراحل. اعتقد الاحسن ان انا احط الرينج اوف ستيل بروتكشن بلس 1، ده هيعلي الفيزيك بيعلي الانكريز الفيزيكال ديفنس. وانا هنا لابس الرينج اوف بليدز بلس 1، ده اللي بيعلي الفيزيكال اتاك. وهنا ده الثيرد دراجون رينج، ده اللي هو بيعلي الاتش بي والاستامينا والماكسيمم لود. اعتقد دي احسن طريقة ممكن اخش بيها بدل الكينج كراون. خليني انا الاول وزني كام؟ 47 اعتقد. ده الفرلون اعتقد الطقم ده احسن. هو تقريبا الوزن هيزيد شوية، ولكن كل الاستات بتاعته اعلى. ودي فينجر الهيلم هبقى 49، ودي 65. أعتقد ده هيبقى أحسن. خليني أبص بصة أخيرة، هل الجادجمنت أحسن ولا ده؟ لا ده أوكي، خليني لابس ده. أوكي ويلا بينا. أسلحة بالمناسبة أنا محتاج أحط الريكارت ريبير هنا. وفي الأيتم أنا معايا البرايت باج، دي بتعلي الدمج بتاعك مؤقتا وبتقلل الدمج اللي بتاخده، وده بويزن للسلاح. فيلا بينا إلى أنا شامبرا. حقيقة أنا نسيت، بتبتدي الفايتنج مع اتنين. ده بقى انترستنج الحقيقة، لأن لو واحد فيهم الهيلث بتاعته قلت قوي التاني بيبتدي يعمل له هيلينج. فأنت المطلوب إن أنت المطلوب منك إن أنت تقطع عليهم في نفس الوقت أو في نفس التوقيت، ودي مهمة مش سهلة زي ما هتشوف دلوقتي، لأن الاتنين بيتحركوا تقريبا في نفس الوقت فما بينفصلوش تقريبا عن بعض. أنا محتاج لو أقدر أعمل لواحد فيهم بيزن. أوه
ضربتني طردتني عطلني، مش عارف ده راجل ولا ست الحقيقة، مش واضح. اوه اوه اوكي واو اوكي زي ما انت شايف الاستامينا ليها دور مهم جدا في الفايت ده. الفايت كله عبارة عن دادجنج حقيقة، بتعمل دادجنج أكتر ما بتضرب، خاصة الملعون الصغير ده رفيع ده حقنة. استامينا 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 أنا عايز أضرب الصغيرة دي شوية برضو لأنها انا كنت خايف منه. نسيت اقول لك ان في الحقيقة في القاعة دي في ناحية من القاعة هي عبارة عن حفرة احتمال كبير تقع فيها. اوكي خليني اراجع. في ايه ايتمز هنا تاني ممكن استخدمها؟ تا 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 تا. اوكي بحاول اشوف اي حاجة ممكن، ما فيش غير البويزن للأسف هو اللي معايا. أنا كان المفروض أشتري بليدنج ريزيست دارك ديفنس وده بترفع ريزيست. للأسف ما فيش حاجة. يلا بينا. الحال فايتنج كان ماشي كويس لغاية لما أنا قررت إن أنا تحت. فايتنج جميل الحقيقة، نحطوك قصاد اتنين كل واحد فيهم لوحده مش صعب، ولكن الاتنين مع بعض وخاصة ان لما هيبتدي الهيلث بتاعتهم تنزل عند الربع الاخير كده في الهيلث هيبتدوا يعملوا يستخدموا ماجيك اظن. هيبقى الاتاك بتاعهم اخطر بشويه، ده بالاضافه ان انت لو وقعت واحد فيهم او الهيلث بتاعته نزلت قوي قبل الاخر بشويه التاني او موته اصلا خلصت الهيلث بتاعته كلها، لو ما لحقتش تموت التاني في الفتره اللي هو واقع فيها على الارض دي اعتقد بعد 30 ثانية اذكر او حاجة زي كده ممكن بيرجع تاني، بيعمل له هيلينج وبيرجع. فهو فايتنج تريكي الحقيقة ومعتمد كتير على الدادجنج زي ما انت شفته، ولذلك استعمال الخواتم اللي بتعلي الاستامينا مهم جدا. طبعا دي سامنينج لناس كتير، ولكن خلي بالك ان السامنينج هيصعب الفايتنج اكتر لان بص بتتضاعف القوة والهيت بوينت بتاعتهم بتزيد. ابتدي بمين فيكو بقى؟ ابتدي بمين فيكو؟ نقولها كده نقولها. وقف وقفت في المكان الغلط بس مش مشكلة. انا بضطر اخد ضربات علشان ادي لنفسي مجال، ابقى مضطر ان انا اخد بعض الضربات
عشان افتح مجال اضربهم منه. زي ما انتوا شايفين بقى ابتدى الايه الفيس الجديد بتاعهم. دي ضربه ملهاش اي معنى، جت في الفاضي. خد هيلث بسرعه. تقريبا كنت هضيع في الحته دي. كمان واحده. ايوه، خش بقى تاني، متاخدش معاه وقت كتير. طبعا انت بتبتدي ايه تفرح تقول ايه انا خلصت، لكن الحقيقة لا، الحقيقة ده كل دي مقدمات، وهنا نشاندرا بقى هي اللي هتظهر دلوقتي، ودول كانوا البودي جارد بتاعها. ونشاندرا الحقيقة غير لطيفة، مش فريندلي خالص. انت شايف طبعا ده السبب اللي كان مخليني ما بستعملش الاستوس فلاسك، بحاول اوفرها. واهلا بيك مع ماشاندرا. ماشاندرا بقى انا ناسي بتعمل ايه. الاتاك بتاعها بتعمل كيرس. ابعد 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 ابعد. لحقت الكيرس التسبب بيقلل لك الصحة. تعالي ابعد. اظن دي ما ينفعش معاها سن بيستاهلي. اظن كده مش هياكل معاها السن. اوكي انا شاندرا. انا شاندرا ده نسيت ده نسيت ده. الحق ايدك طرشه ايدك طرشه بتضرب. ميلي اتاك بتاعها خطير برضو على فكره. ده هتعمل اتاك تاني. ده ايه انا واحد فيهم ده انا واحد فيهم. مش كان انت بتبقى مش حافظ الاتاك بتاعها، مش عارف انت هتقابل. ابعد ابعد ابعد. ده الاتاك الخطير بتاعها، ده الليزر اللعين. الليزر اللعين. كفاية 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 كفاية. أيوه موتي يا نشا. موتي يا نشاندرا موتي. Adversities. It was your answer.
اهلا بكم مع الدياز سكولر اوف ذا فيسس اللي متسميه على اسمها اسم اللعبه او الاصدار الجديد ده. اعتقد بلاش لك بلاش لك. دي الفرصه اللي المفروض انا اهاجمها فيها. اوكي. طول ما هي واخدة وضع النار ده الكور اللي هتحدفها دي ولا ايه؟ اتأخرت. طول ما هي مولعة او واخدة شكل النار ده الطريقة اللي تقدر تفادي بيها. يس اجري 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 اجري. كفاية ضربتين واخلع. هتكفي اكتر من ضربتين. تختفي تاني وتظهر. تظهر فين؟ تظهر فين؟ اهي تعمل تليبورتنج. هلحق اضربها. واحد اتنين ارجع 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 ارجع. الكور اللعينة الكور اللعينة موجودة فين دلوقتي؟ نفس المكان. اوكي اجري عليها. اتنين واخلع اخلع 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 اخلع. ايه ده؟ اتاك من نوع جديد اتاك من نوع جديد. ما لحقتش ما لحقتش. ده ايه ايه ايه؟ اوكي اخلع 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 اخلع. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ واو اجري اجري. خش علي خش علي خش علي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اخلع 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 اخلع. الحق الحق الحق. مش هلحق مش هلحق مش هلحق. خد هيلث هيلث هيلث. اوكي الكور العينة الكور العينة الكور العينة. محتاج فرصة واحدة فرصة واحدة كمان فرصة واحدة هقضي عليها. تختفي تختفي وتظهر فين؟ دارت هنا. اوكي اجري اجري. اتنين لحقتش. خد هيلث هيلث هيلث. اوكي دي فرصة دي فرصة دي فرصة دي فرصة. طلعت 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 طلعت. بس في مورس. لحقتش. خد هيلث مش هيلث. يا غبي يا غبي. اموت. حرام 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 حرام. للأسف كانت آخر استوس فلاسك والأنيميشن بيشتغل على الفاضي. أوكي مش عارف بقى هيعيد لي الفايت من الأول ولا ولا هخش على ألديا مباشرة. هنشوف. غالبا هعيده من الأول غالبا. King's Ring.
ده بيوريك برضو الاستعجال. انا كنت مستعجل عايز اخلص عليها بسرعة، فقربت من النار كتير او قعدت في النار كتير. الدمج بتاعها فظيع فظيع، الدمج النار بتاعتها اللي بتبقى حوالين منها دي مش ممكن، رهيب. خلينا نشوف دلوقتي. محتاج ابدل ال ابدل دي بدي. اوكي دي لايف جيم اقوى. طبعا انا في بداية الفايت انا كنت ما بستعملش الاسوس فلاسك خالص، عشان عارف ان في الفايت ده هيبقى ليه كذا مرحلة، ولذلك اجلت الاسوس فلاسك للجزء الاخير. ولكن مع الاسف استخبيت بصراحة، مش هكدب عليكم، تغلبوها مني. يا ترى يا هل ترى؟ لا كويس، لحسن الحظ ان هو مش هيخليني اعيد الفايت من اوله كله. شيل اللوك، شيل اللوك بليز. نرجع بقى. دي برضو درس تاني، بلاش تطمع. ارجع ارجع ارجع. اوكي، واحدة اتنين ارجع. يعني على فكرة الاتاك ده اسهل من الاتاك التاني اللي بتعمله اللي بيجري وراك ده. دي خدعة منها. اوكي وش موت يا ألدي. بس كفاية 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 كفاية. هو اوريدي اوريدي مسموم. الكور النارية، الكور النارية الرهيبة. خدت واحدة مش مشكلة. كمان الحظ، يا الحظ طلعت في المكان اللي انا واقف فيه. بس بصراحة انا غلطت، انا المفروض ابعد على الجناب، المفروض ما اقفش في في الحرف في النص من الغرفة. الحقيقة ان انا كان المفروض من اول مرة ما اخسرش الفايت ده، بس الطمع والتسرع بيوديك في داهية. اوكي مازال معايا اتنين، ولاني اشك انه بيأثر عليها الصراحة، مش عارف السم بيأثر عليها ولا لأ. اشك. اجري اجري اجري. حاول المرة دي ابقى اهدى، بلاش طمع. هو بص مش صعب لو انت ركزت وما طمعتش وما استعجلتش، المفروض ان هو ما يبقاش صعب. استعد قبل ما تخش. اوكي يلا بينا. انا هتجاهل السولز بتاعتي كلها دلوقتي، هي اول ما دخلت ايه قبلاني وش مقابلة ترحيب. بلاش دي، بلاش بلاش. كده ممكن ابعد، خد هيلث واحدة. ابعد ابعد. الحق اضربها بقى. اوكي اتنين وابعد ابعد. الاتاك بتاعها التاني كور النار، هو اصعب حاجة بتفاديها.
اوكي اجري بقى عليها، خش عليها خش عليها. لا مش هلحق مش هلحق. تطلعي فين يا جميلة؟ تطلعي هنا. ايه الحق اديها بقى واحدة بقى. اخلع اخلع خلص. اوكي مش مشكلة. استوس خش عليها كفاية. خد دي. اوكي واحدة كمان. اوكي كرة النار دي سهلة نوعا ما عن الكفر. انا ناسي، ده دي اللحظة اللي انا بضربها فيها. طبعا غلطة هتدفع ثمنها غالي. اوكي كور النار تاني. لف في دايرة لف في دايرة اعمل دايرة. ماشي مش مشكلة. ملحقتش، اتأخرت اتأخرت اتأخرت. يقف دلوقتي على الحرف، انا لازم انتبه شوية. اوكي عندك ايه تاني؟ عندك ايه تاني يا الضيع؟ تاني شوفي حاجة جديدة بقى، اعملي حاجة جديدة. ايه ابعد عنها. خش عليها كفاية واحدة. تتحول تتحول تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تكور النار. اوكي راحت فين؟ اهي. اوكي تحب المفاجآت قصدي. اوكي كفاية تطمعش. هنا انا اقدر الحق ممكن اضربها. ما تطمعش ما تطمعش كمان. هنا مع السلامة قصدي. باي باي. I lost everything, but remained here patiently. The throne will certainly receive you, but the question remains: would you truly light and dark? اوكي هنا بقى الجزء الايه المحير في اللعبة، او اللي هتختلف فيه الاراء وهتلاقي تفسيرات كتير ليه. انت قدامك اختيارين، او المفروض دلوقتي ان انا بختار اختيارين، يا اما اخد العرش الثرون اللي هو هناك ده، ودي النهاية اللي كانت موجودة في الجزء الاولاني واللي انا عملتها، او ان انت تخرج وترفض تاخد العرش. الأقرب التفسيرات أو أغلب الآراء مجتمعة على إن التفسير هنا، أنت لما لو خدت الثرون أو خدت العرش ده بالظبط اللي عمله فيندريك الملك السابق، وكان اللي مر بنفس التجربة زيك ولكن فشل. لما بتاخد العرش فأنت بتكمل الدايرة المقفولة، لأن الحقيقة هي زي الدايرة الكرس أو اللعنة اللي موجودة، هي لا هي دايرة مقفولة. انت بيستهلك ان انت بتحاول تكسر اللعنة دي بانك بتشعل النار او بتخلي الضوء اللي بتحارب الدارك، وبتكمل بتعمل المقابل بتاعه انك بتعمل لينك للفاير. ولكن الحقيقة ده اشبه بالدائرة المقفولة، انه كل مهما بتحاول بترجع تاني وبتكرر المسألة، فعاملة زي السيركل. فالمرة دي انا هاخد الاختيار التاني، وهو ان انا هخرج
ظاهريا يبدو ان انت بتحاول تخلي الدارك يستمر او الظلام يستمر، ولكن هو الحقيقة ده الاختيار اللي اغلب الناس بتظن ان هو الاختيار المختلف، هو انك انت بتكسر الدايرة اللي دار فيها كل اللي قبل منك بما فيهم ألديا نفسها. فانا هختار الاختيار التاني وهغادر العرش ومش هاخد العرش. أرجو أن تكونوا استمتعتوا بالرحلة دي طويلة شوية مع دارك سولز The Scholar of the First Sin. طبعا في جدال كتير في مسألة النهاية والمعنى الحقيقي للنهاية، مفيش الحقيقة يعني تقدر تقول إجابة محددة مؤكدة، كلها تخمينات. أنا بميل للتخمين اللي هو إن الاختيار ده بيخليك تكسر اللعنة عنك انت شخصيا، وخاصة ان في تلميح من فيندريك لما طلب منك انك تجمع التلات كراونز او التلات تاجات، ودي مقصود بها الملوك اللي موجودة، الكراونز اللي موجودة في الدي ال سي. فاعتقد على حسب احسن التفسيرات اللي انا سمعتها ان انت لما بتجمع التلات كراونز دول وبعد ما بتتغلب على ألديا تختار الاختيار ده، فانت بكده بتبقى كسرت اللعنة، انت خلاص خرجت بره اللعنة، قدرت تخلع نفسك من اللعنة. والبشرية هتستمر في ان كل واحد يحاول ان هو يعمل نفس الشيء او يكسر اللعنة دي بحيث الدايرة تتكسر. ده الحقيقة من اقرب التفسيرات او اكتر التفسيرات اقناعا، ولكن هي كعادة سلسلة دارك سولز بشكل عام قصة دايما فيها بتميل ان ما بيسيبوش اجابة محددة مؤكدة definitive، بيسيبها مفتوحة لتخمينات كتير تمشي كده وتمشي كده. ولكن هو عادة السلسلة واخدة طابع كئيب، فعادة غالبا بتبقى النهايتين كلهم الاتنين اسوأ من بعض، ولكن مفيش شك ان ده جزء من متعة اللعبة الغموض اللي فيها. انا الحقيقة استمتعت جدا باللعبة دي، تاني مرة انا بلعب في اللعبة ده في الاصدار الجديد بعد الاصدار الاصلي، وكانت تجربة ممتعة جدا ورحلة ممتعة. وما زال على فكرة طبعا في جزء كبير ممكن نكمل فيه او اكمل فيه لاحقا، الدي ال سي زائد بعض السايد كويست اللي في اللعبة نفسها ما عملتهاش، في بعض البوس السري اللي هو موجود في التشالنج بتاع الدارك. ولكن زي ما قلت قبل كده انا بعتبر اللعبة دي من الالعاب المفضلة عندي ومن احسن الالعاب الحقيقة اللي ظهرت في السنين الاخيرة. وجودها الحقيقة يعني كان عملية إنقاذ لصناعة الجيمينج بشكل عام، لأن كانت الألعاب كلها ماشية في خط تقريبا واحد متكرر وكله بينقل من كله. ففجأة ظهرت اللعبة دي وجت فعلا بتجديد، حاجة مختلفة يونيك مش شبه الألعاب التانية. التشالنجينج اللي فيها بالذات يمكن هو ده اللي اداها رانكينج عالي وسط الكوميونتي، وتحديدا مع الهارد كورز. مش بالضروري طبعا يكون كل اللي بيلعبها هارد كور، انا مش هارد كور، ولكن هي لعبة مفيش شك ان فيها مستوى تحدي عالي وبتحتاج صبر وتتعلم كتير. انا شخصيا استمتعت بيها، وارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بالوكس رودي او بالبلاي ثرو دي. حاولت طبعا
بقدر الإمكان إني أظهر أكبر عدد ممكن من الطرق والأماكن السرية أو الأيتم السرية في اللعبة، لكن طبعا دي حاجة بسيطة جدا. لعبة عميقة جدا، مستوى الأسلحة، أسلحة فيها درجات أو مستويات متعددة، في أسلحة كتير كتير جدا في اللعبة تقدر تكتشفها وتستثمر فيها وتبقى أقوى وتفاجئك مفاجأة كبيرة. في ناس طبعا استثمروا وقت كبير في اللعبة وبالتالي طلعوا بحاجات مبهرة منها، ناس بتكتشف اكتشافات كتير لغاية دلوقتي، لغاية يومنا هذا كل شوية حد بيكتشف اكتشاف جديد، سلاح جديد، فكرة جديدة، طريقة جديدة. ودي من الحاجات الكويسة في اللعبة إن هي بتفضل قابلة، مش بعدها بتقفلها بتزهق منها وبتمل منها وخلاص وما بيبقاش في حاجات جديدة أو مثيرة فيها، بالعكس بيفضل فيها حاجات. ده غير طبعا الاونلاين بتاعها والمالتي بلاير بتاعها البي في بي، طبعا ده لوحده قصة يعني. فهي اللعبة بشكل عام كباكيج، لو انت كنت متردد تجيبها ولا لأ، أرجو إن دي تكون يعني البلاي ثرو دي ساعدتك على إنك تحدد أو تقرر. أنا شخصيا شايف إن الإصدار الجديد يستحق تماما تماما الـ60 دولار. في ناس كتير يمكن مش مقتنعين أوي، كانوا شايفين اللعبة تنزل بسعر أرخص، ولكن لما تبص للدي ال سي اللي فيها، التلات دي ال سي اللي نزلوا اللعبة الحقيقة هما لوحدهم يساووا لعبة تقريبا، حجمهم مش صغير وكمية الجيم بلاي اللي فيهم كبيرة الحقيقة. يعني عايز اقول لك ان في دي ال سي واحدة منهم مثلا فيها اعتقد جيم بلاي ممكن يكون في حدود 20 ساعة، فتخيل دي ال سي 20 ساعة، في حين ان انت عندك لعبة دفعت فيها $60 زي ذا اوردر مثلا او حتى كول اوف ديوتي الكامبين بتاعها بياخدش منك مثلا 8 ساعات، ذا اوردر حدود 6 أو 7 ساعات وما فيهاش اونلاين كمان. فلما تيجي تقارن من هنا هتلاقي لا، ان يمكن مبلغ الـ60 دولار للعبة ده اعادة اصدار ليها، هي طبعا مش اصدار جديد، ولكن برغم ان فيها تغييرات، يعني فيها تغييرات الجرافيك، في تحسينات، في تعديلات الاضاءة بالذات عاملين تعديلات كتيرة فيها، تغيير اماكن الانمي صحيح هو مش يعني جديد او ما جابوش حاجة جديدة او، بس مجرد تغيير الاماكن ده يعني بيغير تجربة اللعب في المناطق اللي انت اتعودت تلعب فيها. اكيد هم اضافوا بعض الحاجات زي الالجيا ما كانتش موجوده في الاصدار الاصلي. ف يعني انا شايفها ان هي تمن عادل الى حد كبير، واظن السعر هينزل طبعا مع الوقت، ولكن للي بيحب النوع ده من الالعاب مفيش شك ان ده يعني فرصه انه يعيد لعب اللعبه مره تانية، خاصه ان هي لعبه مش قصيره برضو فبتنساها بعد فتره ان تفاصيلها كتير. ان شاء الله في يعني ممكن نكمل في الاجزاء اللي جايه الدي ال سي، في 3 دي ال سي وبعض المهمات الجانبيه. مره تانية بشكركم لمتابعتكم، واتمنى ان تكون الفيديوهات كانت على مستوى توقعاتكم وعند حسن ظنكم، واتمنى ان شاء الله ان احنا نتقابل في اجزاء جايه، واشوفكم بخير باذن الله في فيديوهات قادمه على جيم لاند.